فاضل بس لجنان والله البنى التحتيه تقريبا هلا جهزناها يعني شبه جاهزه 90%، بس الشبكات الهوائيه هلا عم نجهزها. كل الاحوال بالنسبه لورشات العمل اللي عم تشتغل لابد من متابعتها لحتى يكون انجاز سريع. اكيد سياده الرئيس ما نشتغل مثل انه الوضع عادي يعني لا وضع استثنائي دائما نحن معهم يوميا. كل الاحوال نحن ضمن الامكانيات الموجوده حاليا لابد من وضع جدول زمني، وبها جدول زمني ممكن يصير في متابعه ومتابعه بكل اتجاه بكل اتجاه خطه وخطه شامله، ونبلغ الناس لحتى المواطنين يعرفوا ايمتى ممكن يرجع الحياه الطبيعيه. نعم احنا معك حتى الموت، حتى الموت. الدولة ما تأخرت ولكن أعطي الفرصة لل الله يحميك وتحميك. الدولة دخلت والله تأخر من غيرك والله. الآن بدنا كلنا نحاول نفوز على عمر. إن شاء الله. قال بابا عمر أفضل بكثير من كان مما كانت من قبل. أبو حافظ شو تريد يا إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه الصور.